مرحبا من جديد. خلينا بشكل سريع نستدعي أو نعمل كوبي بيست، بما نحن فعلا اوريدي استخدمناها في داخل الفيديوهات اللي فاتوا. import numby as mb، import pandas as bd، و import series و data frame from pandas. هلا بشكل سريع بدي انشئ series بسيطة عشان نبلش نشرح الفكرة اللي بدنا نحكيها داخل هذا الفيديو. أول شيء بدي أنشأ سيريز بسيطة، my third مثلا بتساوي سيريز I think بهذا الشكل. إحنا ببلش نتعلم بشكل أكبر منطق السيريز ومنطق الداتا فريم. سيريز أول شيء بدنا نعطي الفاليوز تبعه، مثلا نقول 1 2 3 4، ونعطيه بعد كده الاندكس. الاندكس تبعه أكيد يساوي، والاندكس بدي أحط له مثلا A فيني، وبعد كده أحط له B، وبعد كده أحط له C، وبعد كده أحط له D. تمام؟ yes مفروض كما تمام. هلا بدي استعرض السيريز اللي انا انشاتها. بلاحظ انه السيريز اخذت الاندكس اي بي سي دي، وكانت عنا المجموعه البيانات كالشكل التالي. هلا لو بدي استعرض الماي اندكس تبعه، او لو قلت مثلا بدي اعمل الاندكس الخاصه بالماي سيريز اللي هي كنترول في دوت index، هات لي الاندكس الموجودة هون، بديك تحفظ لي اياها في my index. تمام، وبعد كده ترجع تستعرض لي my index لوحدها. بلاحظ الاندكس انه اجت لي اياها من a b ل c d، وكان نوعها object لهاي الindex. هلا من خلال my index انا ممكن اتعلم او اتعرف على حاجة slicing داخل ال data frame. هلا الماي اندكس بدي اول شيء احكي انه انا ممكن اجيب الاندكس، او خلينا متفقين اول شيء انه بايثون العد تبعها ببلش من عند الزيرو، بالتالي بدي اقول مثلا 0 1 2 3 a b c d 0 1 2 3. اللي راح اعمله انه بدي اخذ الماي اندكس هذا، وبدي مثلا الاندكس لرقمه 2. ملاحظ انه طلع لي سي 0 1 2، فالاندكس 2 هو عبارة عن السي. هلا هذا لما انا بدي اجيبه بشكل مباشر، انه اجيب الاثنين اجيب الاثنين. طب ماذا لو اخذتها مثل ما هي هذا الكود، كنترول سي كنترول في، وبدي اياه 2 نقطة رأسية واستدعي، شو تتوقعوا النتيجة اللي تطلع، او شو الكولومز، او سوري شو القيم اللي هتطلع معايا؟ الاثنين هاي معناها انه انت جيب لي رقمها 2، الاندكس اللي عندها 2، واللي بعدها لاخر شيء في الكولومز او في الاندكس كل المدخلات اللي عندي. بالتالي راح يجيب لي هون سي ودي، بالتالي جاب لي سي ودي. طبعا هاي الاكواد بسيطه بسيطه، راح تفيدني كثير في عمليه انه انا استهدف داتا معينه. طبعا احنا بنحلل في البيانات، ما راح ناخذ كل البيانات، ناخذها مثل ما هي، نسحبها من الداتابيس او نسحبها من الموقع ونستخدمها كلياتها. راح نحتاج تحديد للكولوم، تحديد للروز، وهذا الشيء كثير مفيد لو احنا فهمنا المنطق بالضبط كيف بايثون بتتعامل مع هذا الموضوع. بالتالي انا اتفقنا انه الاندكس ببلش من 0، وبهذا الشكل جاب لي الاندكس الاول لما انا كنت محدده الاندكس بالضبط، ولما الاندكس بلشت يعد اياه من عند 2. هلا هذا بالنسبه لموضوع الاندكسينج. ممكن انا كمان نستعين مع بعض كده ونجيب كنترول في واقول له مثلا لعند، خليها هون 2 وخلي هون 0. شو بتتوقعوا القيمة اللي حنحصل عليها من خلال هذا الكود؟ أول شيء هو رح يبلش من عند الصفر، يعني مثلا حياخد A B، ما حياخد C. بالتالي الاندكس في بايثون حياخد 0 1 و2، حيوقف عندها وحيطلع، ما رح ياخدها في العاد. بالتالي خلينا نشوف مع بعض كيف بتشتغل. بالضبط جاب لي 0 1 وما جاب 2. بالتالي بنلاحظ انه في الاندكسينج لما يبقى الرقم اللي بنتهي فيه ما بجيبه، والرقم اللي ببلش فيه بجيبه.
إلا إذا كان ببلش أو بدي أنتي عند عند أو تركناه فاضي يعني يجيب لي كل القيم للملا نهاية. هذا بالنسبة لموضوع السيريز تبعنا هون. في الفيديو الجاي رح نتعرف على كمان معلومات حول بانداز.